الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام التركي في ليبيا بإرساله للفصائل السورية المسلحة الموالية لحزبه الحاكم من أجل قتال الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس أثارت غضبا واسعا لدى الأوساط الليبية، خصوصا في مدينة بنغازي، والتي خرج قاطنوها في مظاهرات حاشدة منددة بالتدخل التركي السافر في شؤونها الداخلية. ورغم كل هذه الأحداث كانت ولازالت بنغازي موطنا للسلم المجتمعي بين كافة شعوب المنطقة العربية. وليد حبوس ابن مدينة حمص السورية كان شاهدا على ما آلت إليه الأحداث في ليبيا جراء التدخلات الخارجية التي من شأنها بث الفتن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، يروي لنا ردة فعل الشارع الليبي تجاه جلب المرتزقة السوريين من قبل نظام أردوغان. نحن خفنا من ردة فعل الشارع وردة الجيران علينا أن السوريين خشوا على ليبيا وكذا، من هالهاي نحن خفناهم، بس اتضح لنا أنه ما في شيء طبيعي وعشنا حياتنا طبيعية وكفيناهم وهم عارفيننا ونحن نعرفهم وحياة كأنه ما صار شيء. التدخل التركي هذا صار يعني أنه بروح ونحن عادين بروحنا، جيراننا لحد الآن مثل ما هني. أنا هون صلي بالورشة تقريبا 7 سنين، حياته طبيعية، بفتح ورشة الصبح بخش كل مساء وبطلع حسن بالدهور أنا وياهم بالعويل، مرة على البوسكو مرة على الكريستي، مرة حياته طبيعية ما في أي شيء. حتى العمالي واللي بده يجي لهون على ليبيا بالعكس مسهلين كثير أمور، يعني حتى بنزلتهم بالمطار جيتهم للمطار، هاي تسهيل كثير. ونحن يوم اللي فتح القنصلية بسوريا نحن حتى زدنا فرح بزيادة. ليش؟ لأنه بده يفتح القنصلية هون، فلذلك نحن فينا نرجع لعند مين؟ لعند أهلنا بالرياحة ونقدر نرجع على بلدنا. وليد وغيره الكثير من السوريين الذين يقطنون ليبيا في شرق البلاد وغربها بالمدن المحررة وجدوا موطنا شبيها بذلك الذي بات يلوح في الأفق بموطنهم الأم سوريا.